أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة. تسود أجواء بالمجمل صافية مع تفرق لبعض الغيوم، 28 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما الملموسة 27 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد في باقي مناطق المملكة، نبدأها بالمنطقة الشمالية. سكاكا 38 إلى 27 درجة مئوية، تبوك 38 إلى 25 درجة مئوية، مرعرة 38 إلى 25 درجة مئوية. بالتالي هناك ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة خلال الأيام الماضية. نتجه الآن غربا نحو المدينة المنورة، 42 إلى 31 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. جدة 36 إلى 31 درجة مئوية، مكة المكرمة 45 إلى 32 درجة مئوية، أما الطائف 33 إلى 25 درجة مئوية مع زخات رعدية من الأمطار. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار في أبها مع 30 إلى 20 درجة مئوية، الباحة 31 إلى 20 درجة مئوية، وجازان 37 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 39 إلى 28 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم، حفر الباطن 40 إلى 28 مع فرصة لزخات من الأمطار، والإحساء أتربة مثارة 44 إلى 28 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 42 إلى 26 درجة مئوية، بريدة طقس صافي 40 إلى 28، وحائل 37 إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.